هناك قاعده تقول هذه القاعده ما بالاختيار لا ينافي الاختيار هذه القاعده تنحل الى قاعدتين القاعده الاولى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار القاعده الثانيه الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار اذا المقدمه كانت اختياريه ولكن النتيجه ما كانت اختياريه ما كانت باختيارك هل تعذر المثال المعروف لذلك الذي يلقي بنفسه من شاهق جاذبيه الارض تجذبه جذب الجاذبيه له مو اختيار عندما يسقط على الارض وتتحطم عظامه، هذا مو اختياري مو باختيار ولكن هذا العمل يدان عليه او لا يدان نعم ما يتمكن يقول الله تحطمي ما كان اختياري زهاق روحي ما كان اختياري المقدمه اختياريه لا يعاقب على المقدمه وانما يعاقب على ذي المقدمه. المقدمه اذا كانت غير اختياريه ذو المقدمه اذا ما كان اختياري لكن المقدمه كانت اختياريه ذو المقدمه يكون اختياريا هذا ارتطامه بالارض اختياري. يعاقب على زهاق روحه. إذا واحد من البداية حذره قالوا له هذه الأرض مسبعة، أو مذأبة، فيها السباع، فيها الذئاب، لا تروح، وباختياره وضع الخطوة الأولى، إذا هاجمه ذئب يعذر، لا يعذر، ليش خليت الخطوة الأولى؟ انت دا تروح في طريق خطير النتائج مو مضمونة احتياط كامل واحد إذا أراد أن يدخل هذه الميادي نظرية بشر قايلها مو معلوم والعجيب أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها ومعذرا ما عندكم آراءهم كلها متناقضة معذرا ما عندكم إذا عدكم عذر عذر عندك إذا مؤمن عندك لا إشكال في ذلك أنت معذور مؤمن ما عندك واحد يخطئ وعنده معذر ما ماكو إشكال فيه ولكن واحد يخطئ بلا معذر لاحظوا اراء افلاطون وارسطو وسقراط كل ارائهم متناقضه حتى بعض تحيروا هاي شلون طريق الطيب إلى طريق واضح معادلات معين اطباء عندهم قواعد يقينيه مسلمه كليه واضحه اكم تناقض ايضا بين الاطباء، مجبور. اذا اكو منطقه فيها تناقض تلاحظ منتهى الاحتياط. ومع منتهى الاحتياط انت مضطر ان تلجا الى الطبيب، لان بديل ما عندك. لكن هذا الطريق اللي كله متناقض، ما من فكره الا وخطاها الاستاذ يقول فكره تلميذ يخطا حتى الفارابي على ما اتذكر اضطر ان يؤلف كتاب الجمع بين الرايين العالم قديم او حادث تناقض هذا شلون برهان عقلي عالم المثال موجود أو مو موجود تناقض الجزء الذي لا يتجزأ موجود أو مو موجود تناقض كل تناقض راجعوا كتاب الجمع بين الرأي هذا شلون طريق مو مجبور تدخل في هذا الطريق حتى واحد يعرض نفسه للعذاب الدائم على قول الشيخ والهلاك الابدي